الزواج المبكر هو حصن لهذا الامر. هو الزواج المبكر، الزواج العرفي ده ليه اراء كثيره فقهيه، يعني اذا كان لديه شهود وصداق فهو زواج يعني سليم. والدليل على ذلك ان الزواج العرفي ايضا هو اذا كان في 600 الف حاله زواج عرفي في الجامعه، في 900 الف حاله زواج عرفي على يد مأذون بغير عقد شرعي. صحيح. لان البنت ما كملتش العقد. صحيح. مأذون ومحامين كمان. ده حقيقي. عشان البنت وانا من خلال برنامجك هذا اطالب بتجريم هذا. اذا كان يجرم المأذون ان يكتب للبنت قبل 18 سنه، يجرم ايضا اذا ثبت انه كتب على ورقه بيضه لحد ما البنت تكمل 18 سنه. ده بيحصل بلاوي في الموضوع. يجرم. هذا يجرم.